السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو اليوم عبارة عن كيكة التفاح. عاود غنقولكم طرف مهم طلب المتتبعين ديالي، هاد الأيام غنعملوا بعض سلاسل، بعض خطرات غنعملكم سلاسل كيكات مختلفة على كيكة العادية اللي كنعملوا، وسهلين واقتصاديين، يقدر اي واحد يقدر يجربوا. المهم هذه كيكه تفاح مغايره على كيكات اخرين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. المهم غنبداو بسم الله على بركه الله. المقادير عندنا 3 البيضات، اللي بغى حانيه يعمل غا جوج. هذا الكاس مشيد العنبه عليها عندي ناقص، يعني كاس العنبة خصو يكون عامر. الزيت عاود كاس العنبة الزيت. هنا عندي فاني وعملت شوية القشور ديال مبشور الحامض. هنا جوج خمارات 8 الغرام، واحد ياغورت فاني او طبيعي، حيت عندنا فاني من احسن يكون فاني او لا طبيعي. صافي غندوزو. بالنسبة للناس اللي غيخبطوها بالطراب اليدوي يطلعوا البيض البيض والسكر، اولا بالطراب الكهربائي، واللي عنده داك الماكينه بحال هايطه غادي يطلع البيض والزيت مع بعضياتهم حتى يطلعوا تقصح، عادي يضيف السكر. كتختلف الطريقه على حسب شنو عندك. مهم خميره مع دقيق، دقيق ديك الساعه نعبركم على حسب انا عيني ميزاني كنعمل. السكر ملي كيتعبر ويبقى جالس كي بحال كيندي سبحان الله العظيم في القهوة. نضيفو فاني وقشور الحامض والزيت. صافي غنضيفو الدقيق. بداتنا جوج كيسان د الدقيق، نتوما شفتو هذا المول. ها كل واحد يعمل المول اللي بغى، ماشي ضروري يكون هذا اللي كيتفتح. بغيتو المول مربع، بغيتو بغا الاطار. صافي غادي ندخلها دابا الفران محني، ولا هادي خص الفران يكون محني بزاف، يعني ماشي بحال اللي مول في 180، خصو يكون قل من 180 درجة، حيت خصها تبقى بيضة. دابا عندنا هنايا مقادير هالكيكة، هي في المول عندنا هنايا تفاحات، جوج تفاحات كبارين، وعندنا اللوز فيلي اللي بغى، هذا اختيار اللي بغى يعملو يعملو، اللي ما بغاش يعملو بلاش. من الاحسن يكون خضر، انا خضر ما جبرتوش، عملت محمر ديجا عندي محمر. معلقه د السكر، معلقه د النشا او مايسينا، وعسل نص حامضه. هادشي اللي كاين في هاد المقادير. غادي نضيفو المقادير ديال نشا، اسمع المقادير، غنضيفو نشا ومعلقة السكر على داك التفاح وعصير بنص حامضة.
صافي غادي هذا النشا كيخلي داك التفاح بحال كريمه. هو ديجا التفاح ملي كيطيب كيرجع كيكون كريمي، مي هاد النشا كيزيدو. المهم اللي عنده بغى يعمل كركاع، انا الكركاع ما عملتوش لان عندي واحد بنيته عندها حساسيه الكركاع، يعني ما استعملتوش في هاد الوصفه، صافي ما نستعملو ماشي مشكل ديالها، ماما تاكلها شي ما استعملتوش. بغيتو تستعملوا الزبيب هو الاخراني، ما تحركوش معاه بحال اللي غنعمل اللوز فيلي. اي حاجه بغيتو تستعملوها، المكسرات تستعملوها. صافي دابا غنستعمل يدي، لان هاد خصنا نستعملو يدنا. ايوا غادي ترشو فوق منا، كتجي صدقوني كتجي غزاله هاد الكيكه، كتجي كتحمق، كتجي لذيذه وشيشه. اللي بغى يزيد حتى القرفه التفاح كيواتيه القرفه، مي انا ما غنستعملهاش لان عندي كيكه موراها ديال القرفه. غادي نستعملكم غنعملو كيكه ديال القرفه ان شاء الله. مهم ساعه عاودنا اليوم بغيتي نعمل قرفه على مرتين. سمحوا لي استعملت يدي لان يدك هو اللي غيقدر يضبط لك القياس. غادي نضيف اللوز بحال هادو محمرين، غنزولهم لان بلاش باش يزيدوا يتحمروا لي في الفران. شويه جهد اللي قدرتي تعملو، بغيتي ايفيتي ماشي ضروري. صافي غندخل الفران، قلت لكم النار مهيله، من بعد نرجعو نتلاقاو ان شاء الله. هذه هي نتيجه الكيكه ديالنا. دردرت عليها السكر كلاصي، كل واحد حر في راسو بغيتي تدردرو عليها السكر كلاصي، بغيتو تعملو لها الناباج، بغيتو تخليوها هايداك كيف ما بغيتو. من نقطع لكم طريف من الكيكة. هي شتو كيف كتجي؟ بالصحة والراحة، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، والناس اللي دخلوا اول مره يشاهدوا الفيديو ما كرهتكمش تابوناو، مرحبا بكم، شكرا بزاف، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد الى الفيديو المقبل ان شاء الله. ها انتما، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد الى الفيديو المقبل ان شاء الله. ها انتما، وما تنساوش تشاركوا معايا الوصفات ديالكم في انستغرام او في الفيسبوك او في سناب شات. وشكرا بزاف من الناس اللي كيشاركوا معايا الوصفات، شكرا لكم بزاف، بكم باش كنزيد انا.